برديه ردي على التليفون. برديه يلا برديه ارجوك ردي. أهلين يا روحي. هاي برديه، حذري شو عندي أخبار حلوة؟ أكيد حضرت في طبق جديد أو عملت تجربة جديدة والكل بالبيت حبوها وحتى بابا حبها ومدحك عليها كمان، صح؟ لا برديه، حدث أكبر وأحلى. بقصد هالشي بيخصني وبيخصك كمان، قصدي أقول بيخصني إلي وإلك، فهمتي ولا لسا؟ بخصك انت وكمان بخصني. هالشي يعني اخياش وافق على الزواج؟ صح، وافق على الزواج، وكمان رح يصير عرسه وعرسنا مع بعض بنفس اليوم، وبابا هلأ عم يحدد موعد الزواج. عن جد؟ يس. يوبي، انا كتير مبسوطة، ما بتعرف قديش هالاخبار عظيمة الي. من زمان عم بستنى هذا اليوم. بحبك 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 بحبك. وانا بحبك كمان. أخيراً حبنا لاقى نتيجة. حياتي، هلأ صار وقت برنامجي، لازم سكر. بالمناسبة، شو حضرتوا لي اليوم؟ وجبة خفيفة؟